كلب. البدله فظيعه ولا ده لو هنا دلوقتي قمر الله وطيح فينا يا الله وعمره حلو ده كان سابق. بصي هو هتاخدي بالك من حاجه طول ما هو مش موجود انا هتكلم عنه كويس. اوكي جدا لو موجود بقى ما اقدرش ما نكتبوش ناقر ونقير يا جماعه رايا وسكينه او مش عارفه اقول عليهم ايه يعني. تعالي نروح لموضوع تاني بقى قصة ودي حقيقة عن تامر وبسمة بوسيل عن حرصهم الاهتمام بأولادهم وإن هم يكونوا دايما مع بعض حتى بعد انفصالهم. القصة بقى بتقول إيه؟ بتقول إنه في واحدة من الأماكن المكشوفة أو حديقة من الحدائق وبحضور أصدقائهم المقربين احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلاد بنتها أمايا وده بحضور طليقها الفنان تامر حسني وتداول يعني كمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الاحتفال دي وبتوضح الانسجام الكامل ما بين تامر وطليقته بسمة. عندي تحفظ على حاجة واحدة بس هي الصور حلوة وكلاسي وحاجة كده راقية وبتعبر عن يعني ناس متحضرة بس أنا مش عايزة الموضوع يموت. أنت فاهمة قصدي إيه؟ لا يعني عايزاهم يرجعوا لبعض. اوكي يعني لما يبقى الدنيا كول لفترات طويله بنشوف بعض في الاعياد ميلاد وبنحضر لبعض حفلات ما هو الموضوع هيموت موضوع الرجوع هيموت. هم تو فيجرز شكلهم حلو انا ماليش دعوه طبعا انا بس دي امنياتي الطيبه ليهم مش اكتر. مش عايزه الموضوع ينام مش عايزه يبقى العادي بتاعهم ان هم بيحضروا حفلات وبتاع مع بعض بس لا عايزاهم يقربوا من بعض. احنا ندعي لهم ان لو ليهم لو ليهم يعني نصيب يرجعوا طبعا يرجعوا. انا كمان كنت بحبهم مع بعض جدا وبحب قصه حبهم بس في الاخر الصوره اللي هم بيقدموها للناس لان هم فيجرز زي ما انت قلتي صوره محترمه جدا 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 والاهم من الجمهور ومن الناس ان اولادهم يبقوا كويسين وهم شايفينهم كده. طبعا يبقى عندهم كده في ألبوم أعياد ميلادهم بابا وماما موجودين في كل الاحتفالات احنا معاهم طول الوقت ويكون احنا ده حقيقي يا دينا بالظبط مجرد صور. لا حقيقي لأن تامر الشخصية دي وشخصية طيبة وحنونة وروحه في ولاده زي ما بيقول وبسمة كمان. ما هي دي بقى الفكرة ان انا بص على ولادي احنا كان في بينا خلافات خلاص اتطلقنا عندنا مشاكل ليه دلوقتي في اولاد نركز مع الولاد. ما بفهمش فكرة انه الناس تتطلق وتفضل ماسكه في شعور بعض. ما خلاص يا جماعه اتطلقنا بالظبط يعني قصتنا خلصت خلاص نهر بس في قصص ثانيه لاطفال لسه بيكبروا وبيبداوا حياتهم محتاجين اهتمام ومحتاجين ان هم يحسوا بالامان لان ده بيفقدهم احساس الامان. طبعا يعني الخلافات دي بتضر الاولاد ضرر يعني غير عادي. وجانب كمان ليه بقول لك حقيقي لان لما بتشوفي احتفالاتهم مثلا الالبوم بتاعها او اغنيتها بسمه تبص تلاقي تامر اول واحد موجود. صح. هو بيحتفل بجائزه بيحتفل بحاجه هي اول واحده. صح. موجوده. صح. فلا يعني قلبي حاسس انها حقيقه يعني بجد انا اتمنى لهم كل خير بصراحه. انا بحب بسمه وبتابعها وهي ست جميله قوي قوي وصوت حلو وتامر يعني يجنن ونجم كبير وفنان له فولورز كتير جدا بيحبوه بيبصوا له فنتمنى الخير والتوفيق ليهم. ارجعوا لبعض بقى خلاص بقى باخت يلا ارجعوا خرجينا يا بنتي يلا نطلع فاصل وبعد الفاصل فقره كامله عن 90 سنه على الاذاعه المصريه ومعانا قامات من الاذاعه المصريه استنونا بعد الفاصل.